جهل، كفانا دمار. بنونا بنونا على الأقل نفسيا، دعمونا نفسيا، لا تحطمونا معنوياتنا، خلونا نحقق أحلامنا، نصل ونوصل صوتنا. نحن كأفرع طبية وك يعني نحن مهنتنا إنسانية، طلعنا باسم ملائكة رحمة، رجاء اتركونا نأدي رسالتنا، ساعدونا لنوصلها. نحن طلاب الجامعة الدولية للإنقاذ، اليوم طلعنا بمظاهرة رفضاً على قرار مجلس التعليم العالي بإغلاق جامعتنا. جامعتنا اللي هي عم تساعد المهجرين قصراً وأبناء الشهداء وأبناء المعتقلين بأنه تأمن لهم التعليم المجاني يلي أنتم ما قدرتوا تأمنوه لهالعالم. نحن هاي الجامعة رفضتوا ترخصوها ورفضتوا وصرتوا تكون تسكروها، وجامعات غيرها عم تطلب رسوم عالية فوق 1500 دولار، والعالم ما بتقدر تدفع هيك رسوم. نحن هلا هون معتصمين وما رح نتراجع، ما رح نسمع لحد يسكر الجامعة ويدمرنا مستقبلنا. يسقط